اذا عشاق قناه حولي صردي بني مسكين، اسعد الله صباحكم. اليوم عند السي الحسن المزابي، حنا متواجدين في ضيعه الحسن المزابي. السي الحسن بخير. السلام عليكم. لاباس عليك؟ كيداير هاني؟ لاباس عليك. موجد لنا شي خير؟ مرحبا بالمشاهدين ديالك، حنا كنحييوهم. اسم محمد ديالك. اييه تحياتي ليك. قول لي احنا دابا فين كنتواجدوا السي الحسن؟ حنا خويا كنتواجدوا في جماعه ديال ولاد زيان. ولاد زيان. ايوه. نواحي مديونه. الطريق الرئيسي ديال الوحده. اها. قرب السوق الحد ديال ولاد زيان. اها. على الطريق الرئيسيه. الطريق الرئيسيه. دابا اللي جاي عندك من الدار البيضاء غيجي من هنا. اللي جاي من الدار البيضاء خويا اسم محمد غيجي على الطريق نيشان الاخر ديال المديونه. اها. من الدوره على اليسار. اها. ديريكت موت الضيعه. هالطريق هذه فين كدي؟ هالطريق كتمشي لبن حمد خريبكه. بن حمد الكاره خريبكه. خريبكه. تماما. هذه قلت لي غيجيو من تما غيلقاو شي ستاسيون تما ياك؟ ستاسيون الاولى. اها. اها. وغنخليو لهم لوكاليزاسيون. ضروري نخليو لهم لوكاليزاسيون. سير السي الحسن ورينا الخيرات اللي موجودين. اذا كما كتشوفوا خوتي، اليوم احنا في قلب الضيعه ديال السي الحسن المزابي باش نوريكم الخيرات اللي موجود السي الحسن. بقاو معنا تبارك الله، يعني كما كتشوفوا تبارك الله تجهيزات موجودين، الناس يعني خدامين على الشغل ديالهم. وبقاو معايا غادي نوريكم الخيرات اللي كاينه في قلب الضيعه، ومازال الخيرات جايه تبارك الله. اللهم تبارك الله السي الحسن ها هو كيوريكم الخيرات ديالو تبارك الله اللي كاينه. تبارك الله ما شاء الله. شوف خيرات شحال ديال السردي متواجدة في قلب الضيعة ديال الحسن المزابي تبارك الله. اللهم بارك. سير حسن رجعوا عندك اسيد. مرحبا. دابا انت قلتي لي شحال موجود ديال الحولي للناس؟ موجودة فوق تقريبا كاين عندنا شي 300 ديال السردية. 300 ديال السردية. كاينه 300 ديال البرقية. تبارك الله. حطينا الريحة هنا ان شاء الله. اها. ربينا بالبركة ديال السردية ان شاء الله. اها. وكنوعد المشاهدين ان شاء الله الحلقة القادمة غتكون فيها ان شاء الله البرقية وعدد كثير من السردية، هذه غير البداية ان شاء الله. يعني انتم خدامين خدامين على هذا المشروع من شحال هذا؟ طول سنين. حنا معروفين عند الناس على الصعيد الوطني والسيبه الخروف بدري الصغير والكبير. أه. على طول السنه. اها. كنوعدهم كاين الخروفه، كاين الجدي، كاين البرقيه، كاين السرديه. قلت لي كاين الخروفه، كاين الجدي، كاين. تبارك الله. تبارك الله. تبارك الله. شوف اخوتي السردي كي داير تبارك الله. شوف تبارك الله. سنا الحليب. اخوتي. تبارك الله ما شاء الله. شوف السردي كي داير تبارك الله. تبارك الله. اللهم بارك. شحال الطنقة ديال هذاك اخويا حسن؟ هذا محمد الطنقة ديالو 55 37 55 37. تبارك الله. اللهم بارك. ومازال الخير. مازال الخير. مازال الخير. تبارك الله. اللهم بارك. كما كتشوفوا تبارك الله كلها بحال بحال، كلها زينة. اللهم بارك. تبارك الله. تبارك الله. اخي اخويا محمد وسنا الحليب. تبارك الله. شوف يا اخويا حسن، شوف يا هاكاك. ها دور دور باش يشوفوا المشاهدين. حولي مليح. حولي مليح. شوف شوف شوف. تخويا 55 55 تبارك الله. اللهم بارك. سنا الحليب. تبارك الله. اللهم بارك. شوف على خيرات متواجده في الضيعه هذه. تبارك الله. اللهم بارك. تبارك الله. هذا تو خويا محمد 68 08. سنا الحليب. تبارك الله. اللهم بارك. تبارك الله. بلا ما نحتاجو نذكروها. داكشي لا ما نحتاجوش تقريبا. ياك اسي حسن. قليبا راه ما نتذكروش. يعني المليح باين. على الطبيعي والمليح لا باين. عمرنا نضرب واش محمد. تبارك الله. لا احنا شوف راه احنا داخلين على الضيعات والمليح راه باين داوي على راسه. تبارك الله ما شاء الله. شوف شوف. جرجر هذاك خاصنا نديروا ليه فيديو بوحده. هذا ثني. ثني وغنديروا ليه ان شاء الله فيديو بوحده تبارك الله. تبارك الله. اللهم بارك. ضيعات الخير تبارك الله. شوف حولي كي داير. 55 76. 55 76. تبارك الله ما شاء الله. شوف الحولي كي داير. اذا الاخوان اللي بغى بحال هذا الحولي هذا ولا هذا بالضبط، ما عليه الا يتواصل مع خويا الحسن. غنخليو لكم الارقام. تبارك الله. حولي صعيب باش تشدو بوحدك. شوف تبارك. شوف فيا شوف فيا شوف فيا. تبارك الله. اللهم بارك. شحال قلت لي الطنقه ديالو هذاك؟ هذا خويا الطنقه شو ياك؟ 55 76. 55 76 الاخوان اللي بغى هذا الحولي ديال 55 76 ما عليه الا يتواصل مع الارقام. غنخليو لكم شوف الحولي تبارك الله داوي على راسه، كل هالسلعه داوي على راسها ما شاء الله. تبارك الله. اللهم بارك. تبارك الله. اللهم بارك. شفتك السي الحسن دايرين ديلو، دايرين داك اللو وهذا اللو وهذاك اللو، عاوتاني كاين اللي الخير. اها. هادو اش دايرين في السن هادو؟ هادو كيجيو ما فيهمش السن الحليب. كاين سلا الحليب وكاين اثنين. هادو حجم، هادو احجام تبارك الله كبيره. هادو كبيره. هادو تبارك الله ما شاء الله. تبارك الله ما شاء الله. الله يحفظك. شكرا. الله يعطيك الصحه. تبارك الله. امين. اذا كما كتشوفوا يعني العشاق تما جايين كيشوفوا تبارك الله الخيرات، كيجيو باش يشريو. تبارك الله. اللهم بارك. حولي مليح. حولي مليح. شحال طنقة ديال اخويا هذاك؟ هذا 22 72 72 72. تبارك الله. اللهم بارك. خيرات خيرات تبارك الله. جر جر جر
جور 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 تبارك الله تبارك الله اللهم بارك شحال كان اخويا حسن 97 94 تبارك الله ما شاء الله تبارك الله خيرات خيرات كثيره تبارك الله شوف شوف تبارك الله اللي بغى هذا القدر هذا وهذا الطول هذه تبارك الله ما عليه الا يتواصل مع خويا خويا الحسن غنخلي لكم الارقام شوف تبارك الله وندعو شي مع اخويا محمد وداكشي بالكارانتي صاب شي حاجه في الحولي أيه. الصوره ترجع ليه تمام تمام قالات احنا عارفين الغلمه شنو واكل اها تبارك الله شنو معهم وجوهنا راه كل سنه هنا اها يعني الكارانتي على حسابكم كارانتي على حسابنا اها تبارك الله ما شاء الله اذا كما كتشوفوا يعني الناس الخير راه باينه على وجوههم والناس يعني ملي كنجيو عندهم وكنلقاو هذا التعامل وهذا كتشوف هذه الخيرات هذه متواجده كتعرف بان الناس السلعه كدوي على راسها تبارك الله ما شاء الله والسردي تبارك الله شوف البادره كي دايره دور دور الناس يشوفوا البادره بادره شوف الكفه قداش تبارك الله حولي ملكي حولي مالك يا الاخوان هنا فاش كنهضروا شو تبارك الله شوشو تبارك الله جمال خويا الحسن تحياتي لك على هذه الخيرات هذه من جد تبارك الله اذا كما كتشوفوا هذه الخيرات هذه كاينه هنا وكاينه الحوليه عاوتاني من لهيه والعجله كل شيء موجود تبارك الله ومازال قال لي خويا الحسن راه مازال الخير جاي تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله هذه كلها كلها تبارك الله سير خرج تبارك الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله تبارك الله اذا غنمشيو نشوفوهم غنمشيو نشوفوهم من لهيه تبارك الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله الدري كيعاني معاه تبارك الله ما شاء الله صعيب 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 تبارك الله ما شاء الله صحيح حاولي صحيح حاولي صحيح تبارك الله شقر خلي 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 تبارك الله ما شاء الله تبارك الله تبارك الله ما شاء الله خويا الحسن راك عرقتي مع احمد قول لي هذه هي وقت العرقه تبارك الله اذا كما كتشوفوا خيرات تبارك الله شاده شوف تبارك الله شوف لا طلق 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 خليه يمشي طلق خليه يمشي مع خويا تبارك الله ما شاء الله هذه كلها موجهه للعيد ومازال قلت لكم مازال الخيرات جايين في الطريق تبارك الله تبارك الله ما شاء الله الله يصلحهم الله يحجب والاخوان اللي بغى بحال هذه الخيرات هذه ما عليه الا يتواصل بضيعه حسن المصابي المتواجده باقليم مديونه قريبه لجميع المدن الكبرى بمدينه برشيد مدينه الدار البيضاء يعني تبارك الله سلعه مليحه وانتم عارفين ان القناه الحولي صدي بني مسكين ما كتحط رجلها الا وكتحط عند المليح ولا ما شفناش المليح راه ما كنصوروش وتبارك الله راه حواله داوين على راسهم حواله داوين على راسهم اللهم بارك ما شاء الله والله يصلح هذه الخيرات هذه والله يدخل على المقتنيين بالصحه والسلامه والعافيه تبارك الله ما شاء الله خويا الحسن المزابي يعني قائم على الشغل ديالو وهنا يعني في كيتواجدوا في عمليه البيع كيقربوا الناس كيقربوا الناس كيقربوا الناس باش باش تكون عمليه البيع سلسه وما يتمحنوش للعشاقه والعياده وكذلك يعني باش تكون يعني العمليه ديال انك تجي تشوف على خاطرك وتجي ترتاح وتشوف الخيرات والله الله يبارك الله يبارك تبارك الله سلعة مليحة تبارك الله مطنطنا كما كنقولوا تبارك الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله تبارك الله نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو هذا من قلب الضيعة ديال حسن المزابي وتبارك الله تبارك الله تبارك الله ما شاء الله تبارك تبارك الله اذا شدينا عليهم كاملين تقريبا كاملين تقريبا